وجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل أحمد الصباح الشكر للرئيس السيسي على عقد القمة في هذا التوقيت الحاسم، كما أدان ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني والمعايير المزدوجة التي يتعامل بها المجتمع الدولي. جدد الصباح في كلمته أمام قمة القاهرة للسلام رفض أي دعوات تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين أو تحميل دول الجوار تبعات تلك الدعوة المخالفة لقواعد القانون الدولي. ونتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة على عقد هذه القمة التي تأتي في ظل تطورات استثنائية مأساوية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وما تحمله هذه التطورات من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بل العالم كله. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، نتابع بكل ألم استمرار وتصاعد العمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ونشهد العقاب الجماعي الذي يتعرضون له من خلال استهداف المدنيين العزل بغارات جوية متواصلة.